مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا بكم في دروس كيفية التعلم العزف على آلة الجيتار مع كارليتو عكام. أتمنى أعجبتكم أغنية فوق النخل، الطريقة والأسلوب اللي عزفت بها اللي هي كلمات جبور النجار، ألحان عثمان المصري، والغناء الفنان الكبير ناظم الغزالي. طبعا هاي الأغنية هي فلكلور عراقي واشتهرت أيضا بالبلاد العربية، فحبيت بهاي الأغنية أشرح لكم عن مقام الحجاز، كيف نعزف مقام الحجاز وكيف نرتجل في مقام الحجاز وكيف أيضا نعزف رذم المقسوم. لكن قبل لا نبدأ بالدرس والتفاصيل أطلب منكم تسوون لايك وسبسكرايب وتفعلون الجرس حتى دائما يصلكم إشعار ما هو جديد من قناتي في اليوتيوب. نبدأ بالدرس، نشرح عن الرذم اللي كنت دا أعزف. طبعا أنا عزفت نوع الرذم في هذه الأغنية وعزفت أربيجيو أيضا. الرذم اللي عزفته هو مقسوم. كيف نعزف الرذم؟ الايقاع هو توم تاك توم توم تاك، يعني بيس تاك، يعني بوم تاك بوم بوم تاك. اوكي، بوم تاك بوم بوم تاك، بوم تاك بوم بوم تاك، بوم تاك بوم بوم تاك. حتى تتدربون على هذا الايقاع لازم تتدربون بهذا الشكل بالتصفيق، فتعملون البوم بوم تاك بوم بوم تاك بوم تاك بوم بوم تاك. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 بوم تاك دوم دوم تاك. اوكي، سرعة الأغنية هي 110 بي بي ام، وزن 4/4 اللي عزفتها أنا لكم. طبعا أنا راح أساعد لكم الأغنية، الباك جراوند الأغنية في اليوتيوب، أوكي؟ راح أساعدها لكم حتى بإمكانكم تعزفون معاها، وبإمكانكم أيضا تبطئون سرعة الأغنية من خلال الإعدادات في قناة اليوتيوب. الآن الأغنية طبعا مثل ما ذكرنا وزن 4/4. نبدأ في الإيقاع الجبسي الرمبا اللي هو في العربي يسموه لف أو ملفوف، وبعد ذلك نأتي إلى مذهب الأغنية في الإيقاع المقسوم. طبعا هاي الأغنية أنا عزفتها بأسلوب الارتجالي حتى أفهمكم كيف تعملون ارتجاليات. نبدأ الآن أشرح لكم شوية عن الرذم وعن الانترو. طبعا الأغنية هي عبارة عن 3 كوردات فقط، اللي هي أي ماينر، دي ماينر، إي أو إي 7، أي ماينر فقط. هذه هي الأغنية، أوكي؟ شنو أول شيء عملته قبل لا تبدأ الأغنية؟ عملت فريز، so 1 2 3 4 با 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 1 2 3 4. أوكي، عزفت هذه الانترودكشن، بعدين عملت بيك أب نوتس، بعدين دخلت بالرذم، أوكي؟ So 1 2 3 4 1 2 3 4 1. فعملت بيك اب نوتس. البيس اللي هو راح يكون ال1، اوكي. راح اشرح لكم الان كيف راح اعزف البيك اب نوتس مع الانترو بوزن 4/4، سرعه 70 بي بي ام. 1 2 3 4 1. راح تبدا في البيت رقم 2 من البيك اب نوت، اوكي. طبعا كما شرحت الصولة يبدأ في البيك اب نوت، يعني في البيت رقم 2 من البار، اوكي. فالأغنية طبعا انتم كلكم سامعيها، فهذا اللي عم بسويه في المقطع الأول بالانترودكشن. راح اعزف لكم هذا السولو ايضا في وزن 4/4 لكن بسرعة 70 بي بي ام. 1 2 3 4 لاحظتم عم بسوي تريبلتس وبعدين لاحظتوا كيف عملت المقطع الثاني حتى اعمل الهارموني معه متناسق بهذا الشكل. يسمى هذه تريبلتس، 3 نغمات تريبلتس. كرر مرة أخرى مع المترونوم 1 2 3 4 بعد ذلك على الإيقاع المقسوم أنا عم بعزفها بأسلوب الارتجالي، يعني بالإمبروفايزيشن. إمبروفايزيشن معنى ارتجال، لازم تعزفوها بأسلوب كل واحد وروحيته، يعني كل واحد منكم يعزفها بروحيته الخاصة. بعدين نأتي إلى مذهب الأغنية. أكرر مرة أخرى. بعدين في جواب، وطبعا في جواب مع الهارموني. هذولا أنا حطيت لكم إياهم مع بعض إذا لاحظتوا بالفيديو كيف عزفتها. فأنتوا بإمكانكم لما تجاوبون مع الغناء. كلها على مقام الحجاز. طبعا في الفرت الرابع بالسترينج الثالث هي بي، نفس الوتر الثاني، لكن حتى تكون نفس التون لما تعزفون السكيل. يكون في سلايدن، اوكي. بعدين مرة أخرى. بعدين ارتجاليات. فالارتجاليات على السكيل الحجاز، على مفتاح السلم الحجاز. انصحكم نصيحة قبل لا تعلموا الأغنية، تعلموا سلم الحجاز في 3 أوكتافات ابتداء من الإي الوتر السادس، يعني الحجاز ما في نقطة الجي، في جي شارب. اوكي، كل جي اعملها شارب ابتداء من الاي. اوكي، والان نرجع ايضا بعد الارتجال، نرجع على الاندرو اللي هي الموسيقى الأغنية. هنا انتهينا من السولو الأول والمذهب الأول والسولو اللي في وسط الأغنية. الآن نبدأ بالمذهب الثاني. أنا عم بعزف لكن في الهاي أوكتيف، في الجواب، يعني بيسموه بالعربي الجواب. الجواب اللي هو دائما مثل السبرانو والقرار اللي هو الواطي يعني. فنبدأ الآن من مقطع هذه الجوابات لهذا المقطع. اوكي، راح اشرح لكم اللي عملته الان. اوكي، اول شيء في ليجادوس وفي سلايدنز. يعني ليجادوس تتذكرون التمارين اللي اعطيتكم اياها في السلسله السابقه، نستعملها ايضا بهذه الاغنيه. جواب المقطع. فاللي عم بعزف هنا أنا التكنيك سلايد النوتس والليجاتو تكنيك ايضا. بإمكانكم تدربون هذا التمرين أيضا، راح أفهمكم الآن بسرعة 70 وزن 4 على 4. نبدأ الآن مع المترونوم 1 2 3 4. راح أعزف لكم الآن دبل تايم. أوكي، فبإمكانكم تتدربون بهذا الشكل. أوكي، الآن لما عملت هذا التمرين جواب، اللي عملته هنا انا عملت التربلتس لايك 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. سو تحسبون هنا هو مثل الاحساس التركي يعني، لكن مو يعني على الطريقه اللي بعزفها باحساسي. ما اقدر اقول انه احساس تركي، لكن عم بحاول اجيب الاحساس التركي. اوكي، بس لما تعملون هذا تحسبوها بهذا الشكل 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3، بعدين ترجعون. فترجعون 1 2 3 جواب اوكي. عم ببدأ من الفرد 12 في الأصبع الثالث. بإمكانكم تعملوها أيضا من الأوكتاف الواطي. طبعا هذه الجوابات. بإمكانكم تبطئون الفيديو إذا ما افتهمتوا وحتفتهمون أكثر، لكن راح أعزفها بسرعة بطيئة جدا مع المترونوم في وزن 4×4 بسرعة 70 بي بي ام. 1 2 3 4 وكرر مرة أخرى 4 okay. راح أعزفها الآن من الأوكتيف الواطي 3 4 كرر مرة أخرى 4 لكن لازم تعزفوها بهذه السرعة، وهذه السرعة راح تأتي طبعا مع التدريبات. فهذه نهاية الأغنية. اوكي، فشرحت لكم الآن عن السولوهات كيف نعزف. راح اشرح لكم عن الرذم المقسوم كيف عم بعزف. اوكي، الميكانيزم مال هذا الرذم هو عبارة عن ثم اندكس ميدل رينج. الميدل والرينج بينعزفوا مع بعض، والاندكس الواحدة نعزف والثم الواحدة نعزف، فراح يكون بهذا الشكل. فأنتوا تدربوا بهذا الشكل، تدربوا أيضا بالتصفيق تم تاك تاك تم تاك تاك تم تاك تاك تم تاك تم تاك تاك تم تاك تاك تم تاك. اوكي، ثم ميدل رينج مع بعض، ثم اندكس ميدل رينج مع بعض. اوكي، راح يكون بهذا الشكل. بعد ذلك على الدي ماينر راح اشرح لكم الان الفرق اللي بنعزف بين هاي ثلاث كوردات. مثل ما شرحت لكم، الثم على الوتر الخامس على اي ماينر، والميدل والرينج الميدل على الوتر الثالث والرينج على الوتر الثاني، والاندكس على الوتر الرابع. ف الوتر الخامس بالثم، الوتر الثاني والثالث مع بعض في الرينج والميدل، نفس الميكانيزم، لكن إذا نزلنا على الدي ماينر بدلا ما تعزفه من الأي تعزفه من الدي. ونفس الميكانيزم لما نطلع على الإي تعزفون نفس الشيء. أوكي؟ يعني نفس الميكانيزم هو، لكن إذا بلشنا من الأي يعزف الطا من الأي، أو من الدي الثامن يعزف بالدي، أو من الإي الثامن يعزف من الإي. فهذا الرذم المقسوم المبسط جدا. طبعا في أنواع أخرى للرذم. فكل واحد يعزف بطريقته طبعا أو بروحيته. الرذم الثاني أنا اللي عملته بهذا الشكل لما كنت أعمل في الرذم الأول. طبعا راح اشرح لكم نفس الشيء لكن راح اعمله في الاوكتيف الرذم الثاني اللي هو مثل الفانكي. اوكي اشرح لكم على هذا الميكانيزم. في اليد اليمنى كل اللي بنعمله داون اب داون اب داون اب، ونعمل سلايدنج لكن ما نخلي الرنة الكورد تضلها مستمرة، بنكتمها. يعني في فرق لما تعزفون الكورد بهذا الشكل، في فرق. نفس الاشي بإمكانكم تكتموها في الأصبع الرابع أو الثالث، أو ترفعون هذا أصبعكم الأول قليل عن الكورد لكن يضلك عامل الأوتار ميوت. أوكي؟ فالعملية بهذا الشكل. فاللي عم بعمله داون أب داون أب داون أب داون أب، مع عم بكتم في الإيد الشمال. أغنية بسيطة جدا لكنها انتم لما تسمعوها راح تقولون هاي صعبه. لا لا، اغنيه بسيطه جدا لكن الاسلوب اللي نعزف به هذه الاغنيه لازم نخليها شوي باسلوب راقي، بتوزيع مختلف. انا كل اللي عملت انه وزعته توزيع مختلف. يعني الرذم اللي عزفته في السولو الاول اللي كان الرمبا او الملفوف، يو you know؟ ما بيعرف هذا الايقاع اللي عم بعزفه، اذا تلاحظون في السلسله السابقه في درس الايقاع شرحت لكم عن هذا الايقاع. اوكي، ولو كان عندكم اي اسئله بامكانكم تراسلوني وانا راح اشرح لكم ايضا اي شيء ما بتفهمه. اوكي، اكرر مره اخرى هاي الاغنيه من مقام الحجاز ومن الاغاني المشهوره والمعروفه، واتمنى انكم افتهمتوا شرحي للايقاع. في ايضا اذا لاحظتوا او اذا سمعتوا عم بعزف اربيجيو لما عم بعمل السولو. فالاربيجيو الاول يبدأ بهذا الشكل، بيك اب نوتس في ايضا في الاربيجيو الثاني ايضا عم بعمل نفس الشيء لكن بالهاي اوكتيف مثلا. اللي عم بعمل اربيجيو لكن بالاوكتاف الاخر. هذا اللي عم بعمله في الاربيجيو الثاني. الار بي جي هذا ايضا علمت لكم التكنيك في السلسلة الماضية، كانت في دروس يعني البيجينينج، في درس البيجينينج اللي هو البداية، كانت الحلقة الثالثة اعتقد البداية. الان راح اتكلم شوية على الهارموني، كيف عم بعمل الهارموني او عم بعمل الاوكتاف. مثلا الهارموني انا عم بعمل من هون لحن الاصلي للاغنية، عم ببدأ من السي بي اي جي شارب، لكن الهارموني عم ببدأ اي دي سي بي. اوكي، لحن الهارموني هذا الهارموني لهذا السولو. هذا الهارموني. اوكي، الان نتكلم على الاوكتاف. مثلا لما اجيت على هذا المقطع اللي عم بعمل فيه تريبلتس، فانا هون شو عملت؟ عملت عزفت نفس الشيء لكن بالاوكتاف القرار. يعني مثلا again فلما تعزفون السولو بهذا الشكل تمزجون سولوين مع بعض، اذا كان جوابه قرار، اذا كان قراره هارموني او جوابه هارموني، راح يكون في جمالية جدا في التوزيع الموسيقي. خلوا هذا الشيء ببالكم للمستقبل كيف توزعون. نصل لنهاية درس هذا اليوم، يعني تعلمنا هذه الأغنية ببساطة، حاولت أبسط الأغنية بقدر المستطاع، وإن شاء الله عجبكم الدرس. اتذكروا إنه مرينا على الرذم، مرينا على الأربيجيو، مرينا على السولو، وعلى الارتجاليات، وعلى يعني كيف عزفنا في المقام الحجاز. وكذا مرة أخرى، إذا كان عندكم أي سؤال بإمكانكم تراسلوني في السوشيال ميديا عن طريق الانستغرام او الفيسبوك، وانا راح اجاوبكم باسرع وقت ممكن. قبل لا ننهي الدرس اطلب منكم تسوون سبسكرايب وتسووا لايك وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي كومنت اذا عندكم اي اسئله، وتسوي قناتي شير لاي واحد حاب يتعلم الجيتار كمبتدئ. شكرا لكم اصدقائي، واراكم لاحقا. كارليتو عكام.